الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بالشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. ورد لنا أسئلة كثيرة بصراحة، إن احنا عايزين نعرف الطماطم بتتربى إزاي. لما بيكون عند حضرتك عيل صغير، ابنك الصغير، فدايما عشان تربيه كويس لازم تكون دائما وأبدا عينك عليه الخطأ، وكل ما يعمل خطأ تقول له لا كده خطأ، الصح تعمل كذا وهكذا، يعني لحد ما بتاخد بإيده، يعني إن هو أصبح شخص مهذب بيعامل الناس كويس، وده اللي مطلوب يعني، عشان لما تموت إن شاء الله يقول له والله الله يرحم والدك ربك كويس يعني. تمام. الطماطم برضو هي عايزة مننا كده ان هي كل ما هتعمل حاجة مش مظبوطة هنقول لها لا كده غلط. بمعنى انا عندي فرع الطماطم ده او شجرة الطماطم دي بتطلع الساقان الساق، ومطلع لي ورق، ومطلع لي افرع عرضية، ومطلع لي ازهار فوق. تمام. طيب الحالة اللي انا عايزها منها ايه في الاخر؟ الازهار. تمام. طيب عشان الازهار دي تكبر وتعقد بصورة سليمة وتتحول الى ثمار تدي محصول اقتصادي، فبالتالي لازم اهيئ لها الكلام ده. اهيئه لها ازاي؟ ان انا اوفر لها الغذاء اللازم علشان الطماطم دي، عشان الكلاستر دهون او الفلاور دهون هيبدأ يعقد، وبعد العقد هيكون لي ثمار، والثمار هتكبر وهكذا. عشان احصل على ثمار كويسة، وعشان احصل على عقد من الازهار دي كويس، طب هعمل ايه؟ هبدأ اربي الطماطم على هذا الاساس. عايز اوفر، يبقى اوفر يعني ايه؟ يعني كل الامتصاص اللي طلع لي من الجدر عايز انا اوفره لين للحاجة دي، الأزهار والثمار اللي هتبقى دي. فبقوم عامل إيه؟ بالنسبة للساق، تمام، الساق موجود عندي أهي. الورق ده طبعا هو مصنع الغذاء، هو مصنع الغذاء. تمام. طيب الأفرع الجانبية لا، دي أنا مش عايزها، دي اللي هشيلها بقى. ليه؟ عشان لو سبتها هتنهك النبات، من هتستنزف كل العناصر اللي طلع من الجدر وهتستخدمها، وهتلاقيها سريعة جدا كمان، يمكن أسرع من القمة النامية. تمام. هقطع ده كله، والصغير طبعا بقطعه بإيدي. تمام. وياريت التقطيع بتاعه بيكون الصبح بدري كده، أو يعني في الفترة الصباحية من العمل، عشان النبات بيكون تركيز النطرات فيه عالي، وبالتالي بتقطع بسرعة. لو كبير يبقى لازم أدخل بالمقص ده هو زي ما قلت لحضرتك، ولازم تكون لابس القفاز والمقص يا جماعة، ضروري 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 ضروري. ليه؟ أنا ممكن أشيل ديت فبعمل تسليخ هنا، بسلخ الجلد ده. تمام كده ماشي. لو سلخت الجلد هتشالت، لأن أنا ضربتها بالمقص. لو سلخت الجلد هنا بيسيل عصارة هنا، وبالتالي ممكن تعمل لي مشكلة في الأعفان بتاعة السقان، أو تعمل لي مشكلة في الأمراض الفطرية. تمام. طيب يبقى أنا بشيل كل الأفرع الجانبية، دي تربية الطماطم ببساطة، وما بسمحش غير بالشوتب أو القمة النامية اللي حضرتك شايفها دهيا. تمام. وبلف النبات بتاعي، ما فيش اي مشكلة خالص فيه. تمام. ياريت كل اسبوع، كل اسبوع يا جماعة بمشي على القمة النامية. تمام. شايف القمة النامية؟ شايف دول الاتنين اهم، شايف وهي كده لسه، اشيلها. ليه؟ علشان ما تكبرش وتبدأ تستنزف العناصر، اشيل على طول. طب انا عرفت منين ان القمة النامية فيهم دي من دي؟ دايما اللي فيها الازهار بتكون القمة النامية وبتكون كمان متفوقة عن ادية. طب لو فيه فرعين زي بعض في القمة النامية، اعرف انه فيهم يعني ده معروف ده هو اللي مش القمة النامية. طيب هشوف لك انا حاجة تحاكي الوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو. يعني مثلا لو قلنا الاثنين دول، شايف الاثنين دول تقريبا قد بعض، انه القمة النامية فيهم، بشوف اللي فات تزهير هي اللي سيبها قمة نامية. تمام.
طيب بعد اجراء العمليه دهين وهتمني على طول بطلع لحد ما اوصل لحامل المحصول وانا على الوتيره ديت، اي حاجه اي افرع جانبيه، الافرع الجانبيه اللي زيديا لابد يا جماعه ببدا اشيل الـ الـ الافرع الجانبيه دهين عشان ما تستنزفليش الغذاء اللي طالع من الجد، واشيل كل شايف ده كلته ده. طبعا انا سايب لك الخط ده تمام، بشيل كل اللي حضرتك شايفه دهوت، ما بسيبش غير الازهار. طب الازهار بقى الجماعه اللي بيتكلموا من مناخيرهم دول اللي زرع لي في قلتين على السطح والكلام الفاضي ده، السفه اللي متسيب على اليوتيوب، السفه المتسيب على اليوتيوب ده، مفيش حاجه اسمها ازهار. النبات اذكى منك اساسا، النبات لو هو مش هيقدر يشيل الازهار مش هيظهر اساسا. فانت ما ما ما, ما تروحش تزرع لي طماطم في بتاع قله والاخر تشوش افكار الناس وتقول لهم اشيل الازهار ديت عشان ما عرفتش انت مين انت عشان تقول الازهار. ازهار ما تتشالش، مفيش حاجه اسمها ازهار تتشال. طالما النبات ماشي بطبيعته مفيش حاجه اسمها ازهار هتتشال ولا هنشيل ازهار. ازهار اللي انت بتتكلم عليه يا جماعه ال 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 اول زهره المفروض بتطلع لي على بعد من 6 ل 10 عقل زي دي. ادوح اول عقله، 2 عقله، 3 عقله، 4 عقله، 5 عقله، 6 عقله، 7 عقله، هي طالعه في الثامنه اهي من 6 ل 10. يبقى انت كده مظبوط تمام التمام، مفيش اي مشكله خالص، انت ماشي في الاتجاه الصحيح. بعد ما قلمت ما تنساش التوبسين، ما تنساش التريدور، ما تنساش اي حاجه، روفرال، اي حاجه، اي حاجه الله يصلح حالك عشان ما تعملكش مشكله تاني. مكان الجروح دي قلنا الجسم هيدخله ما لا يحمد عقباه. طالما فتحنا بطن المريض يبقى لازم نطهر، التطهير بتاعنا يكون ايه؟ يا تبسيني اي حاجه. اعتقد ان كده واضحه واضحه واضحه. حط بقى لنفسك قواعد، اروح على الشجره دهيت اشيل كل الافرع الجانبيه دي، فرع جانبي وده فرع جانبي وده فرع جانبي. طيب الازهار، الازهار اهي طلع لك، اشيل الازهار؟ لا ما اشيلش ازهار، سيبك من اللي بيقول لك شيل ازهار. شيل الازهار ده اساسا هو زي ما قلت مربي بتاع قله حاطط لي فيها طماطميه وصغيره خالص وبيقول لي شيل الازهار، شيل الازهار، ما تكسر القله وتريح دماغنا. ماشي تمام. دي يا جماعه اللي كنا بنتكلم عليه في الطماطم، دي اول حاجه. في يا جماعه الحديث بصراحه ربنا واللي بنشوف الناس بقى تتكلم عنه ان هو ابتدى يربي فرعين. يعني ايه؟ شايف دي عامله 7 من فوق اهي، بيبدا بقى هو ملوش دعوه باللي تحت دهوت، وبدا الراجل يربي لي فرعين من فوق دول، بينزل على كل واحده فيهم. شايف الكثافه؟ شايف المصطبه اهي، المصطبه اهي فيها نبات واحد، دي طريقه تانية، فيها نبات واحد تمام، نبات واحد بس على المصطبه، مش اتنين بقى زي دي. يعني دي انا عليها في اتنين اهو، نباتين تمام، هنا نباتين، هنا نبات واحد بس، مش سامح بغير نبات واحد بس. بس بيطلع من هنا بوزعه على اتنين، بنزل لده خيط وبنزل لده خيط مستقل لوحده، كل واحد خيط. الطريقة دي بيستفاد منها بإيه؟ بنستفاد منها بإن الثمار بتكون إلى حد ما كبيرة، الصفات بتاعتها بتكون أفضل، إن أنا بستخدم بس نص البذور. يعني أنت لو عندك بيت فيه 1200 نبات يكفيك قوي 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 ال 600 نبات تمام، يعني نص البذور ما بنحتاجهوش. في طريقة تانية بقى هي برضو حاططها لك، طالع من الأرض بقى، إن هو جاي هنا عامل اصل، ده الاصل ده بقى جايب طماطم، صنف طماطم محترم، وجايب له اصل بري. يعني ايه اصل بري؟ بيجيب اصله بطعم عليه الصنف بتاعه، بحيث ان هو لو عنده نيماتودة بيجيب اصل مقاوم للنيماتودة. طيب لو عنده ملوحة عالية بيجيب صنف اصلا بري، اصل الاصل من الحتة دي ونازل الجدر، يعني الجدر، الجدر بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا اصل من بره خالص، بيتحمل ظروف النيماتودة، ممكن يتحمل الاعفان، ممكن فيه صنف، وعموما اي صنف فيهم بيكون عنده قوة عالية جدا، فمن الاول خالص مربي على خيطين هم زي ما انت شايف، خيط اهو، ادا فرع اهو، وده ايه؟ وده فرع، وكل واحد فيهم بخيط مستقل لوحده خالص تمام.
وبيبدأ برضو بيكمل مع النبات بنفس الطريقة، لا يسمح إلا بالأزهار فقط على النبات، وبشيل كل الأفرع الجانبية تمام لحد ما بيوصل قبل حمل المحصول بنص متر، وبعد حمل المحصول بنص متر هنقول لحضرتك إحنا ممكن نعمل إيه يا معالي الريس. بس بالله عليك احفظ دول كويس، ثلاث طرق هم تقولنا دي نباتين على الـ على الـ على الخط بتتربى على فرع واحد، وبنشيل كل الافرع الجانبيه دهيا تمام. بنشيلها قلنا لو صغيره بنشيلها قبل الظهر بايدينا تمام، لو كبيره بشيل بالمقص الظريف دهوا تمام. تاني حاجه قلت ان احنا بنيجي هنا بنزرع نبات واحد وبنربي منه فرعين، ممكن المزروع على اصول زي دهون زي النبات دهوت اللي تحت قلت اصل بيبقى مقاوم للملوحة ومقاوم للنماتودة او للاعفان او بيبقى شديد، فالامتصاص بتاعه بيبقى عالي فبيطلع منه بنطلع منه فرعين وهو لسه في الاول من البدايه خالص تمام. اهو فرع اهوت وفرع اهو، اعتقد انه دول تقريبا ثلاث حاجات اللي تعجبك فيهم تقريبا، يعني بيكونوا مميزات كل واحده فيهم. الاولى طبعا بتستهلك بذور كتير بس ممكن الانتاج بتاعها عالي، والثانيه ممكن الخصائص بتاعه الثمر بتاعتها بتكون افضل وبتستهلك بذور قليله جدا، والثالثه بتبقى ميزتها في ان هي نفس الانتاج برضو نفس الخصائص الثمرية، بس الميزة الاجمل فيها ان هي بيكون اصل، والاصل طبعا زي ما انت عارف ما بتفرقش معاه، ممكن يكون مقاوم للملوحة لو عندك ملوحة، ممكن يكون للاعفان، ممكن الاصل بتاعك يكون مقاوم للنماتودة، فكل واحد يعني بيزرع او بيربي على الطريقه اللي هي بتناسبه. طبعا دي التربيه اهي، ده متربي النبات ده متربي، شايف شيل كل ده، اول ما تشيل على طول لازم تطلع بره اهون، ما فيش اي حاجه خالص مش مسموح له الا مش مسموح الا بالقمه الناميه بس، اي حاجه على الساق متشال. نعد 1 2 3 4 5 6 طالع اهوت في السابع، بقولت من 6 ل 10. طيب كل قد ايه يطلع النبات الطبيعي؟ يطلع قد كل قد ايه يطلع كلستر؟ كل ورقتين ونص يطلع كلستر، يعني كل خمس ورقات، يعني ده اهو 1 2 3 مطلع، شايف الرابعه اهو في 2 فوق، لا يعني كل خمس ورقات تلاقي فيهم كلسترين، خمس ورقات يعني واحد ورقه اهي، الثانيه اهي، الثالثه اهي، الرابعه اهي، الخامسه اهي، اهي كل خمس ورقات هيطلع لك كلستر ازهار. دي كانت قصتنا مع الطماطم. ارجو طرح اسئله بحيث ان احنا ويا ريت تتواصل على الواتس يكون اسرع، انا ما بفتحش القناه قد كده لساعه ما برفع بس برفع الفيديوهات عليها بس. فده يعني كانت قصتنا مع الطماطم بعد الحد ما بتوصل لقبل حمل المحصول بنص متر، وبعد كده ببدأ انزلها. التنزيل لنا في فيديو اخر ونشوف بتنزل ازاي والدنيا بتاعته بتبقى ازاي.